محمد السني، بقالنا هنا في الجيزة بقالنا 70 سنة. تورثت المهنة دي عن والدي من 30 سنة كده، يعني من صغري فيها، ووالدي من قالوا زمن فيها. الحمد لله فضل من ربنا علينا، يعني ان احنا ربنا اكرمنا بيها بالشغلانة دي، يعني وربنا اكرمنا فيها بالزيادة، يعني الحمد لله. فدي عادة من زمن الزمن، يعني من بقول لك اجيال بقالها زمن، يعني بقالنا مثلا 80 سنة او 70 سنة في المهنة دي. الناس تاكل كشري وتيجي تحل مشات الكسكسي. احنا كشباب بس لنا مكاننا هنا كمصنع، بنصنع فيه الحاجة بتاعتنا وبنظبط دنيتنا هنا من بالليل، وبنبدأ الشغل الساعة 1. يعني أكلة الكسكسي عايزة آخر الليل وأول الصبح، مش عايزة بالنهار. فهي دي محبذة، إن هي بتبقى مثلا أي حد راجع من الشغل ولا حاجة عايز حاجة خفيفة قبل ما ينام بتاعها، بتبقى حاجة خفيفة. أول النهار نفس الحوار، يعني في ناس بتبقى محفزة إن هي مثلا كوباية لبن، شوية كسكسي صغيرين بتاع الكلام ده كله، بتبقى حاجة خفيفة. يعني الواحد اللي بيحب الحاجة ربنا بيوفقه فيها، يعني الواحد اللي بيحب أي حاجة ربنا بيكرمه فيها. الواحد عشان الحمد لله في اخلاص للمهنه وفي حب ليها، ففضل من ربنا على الواحد ان هو ربنا بيبارك فيها يعني ربنا بيكرمنا فيها، عشان الواحد في اخلاص ليها كمان، يعني حب واخلاص فيها. دي وسمنه بلدي وسكر بس، لكن غير كده ما فيش. يعني في الصيف في ناس بتبقى عايزه للتغيير، مش اللي هو المتعودين عليه سمنه وسكر بس، بنحط عليه فاكهه، عسل ابيض، عسل ابيض، الكلام ده كله قشطه في الصيف. لكن في الشتاء بتبقى الناس محبذة الحاجات السخنة بس كده، بتبقى يعني مش محبذة الفاكهة والحاجات دي. يعني بيبدأ السادة من 10 فيما فوق لحد 30، الحليب بيبدأ من عندي من 20 لحد 30. أغلى حاجة بيبقى طبق محترم معاه شوب بلبن كبير في 30. ليه محل ورع عامله مصنع؟ يعني ما بس يعني ناس كتير هيقول لا هي العربية، احنا بنيجي عشان خاطر العربية. لكن لا، كمحل كان الواحد فتح محل من زمان وكده، ف الواحد برضه بيشور الناس، يعني بيقول لي طب في ليها المحلات ليها زباين والعربيات ليها زباين، يعني العربيه ليها سبحان الله رزق اكتر من المحل، يعني لان اللي معاه زي اللي معهوش كده، الدنيا كلها بتيجي على العربيه، لكن المحل اللي معهوش ده بيبقى فيه تردد والدنيا، وهي تاسست على كده، يعني خير العربيه تاسس على كده، يعني اللي معهوش قبل اللي معاه. بصراحه طبق كسكسي مش هتلاقي زيه في مصر. ايه اكتر حاجه بتعجبك هنا بقى؟ ان هي حاجه تحس انت بتاكل حاجه بيتي، يعني طبق الكسكسي نضيف معمول بالسمنه البلدي، مخبوط كويس، بتاكل حاجه بيتي، نظافه المكان. اللبن بقى رايك فيه؟ اللبن مش هتلاقي زيه، بقول لك اللبن 10 على 10 يعني.